خلال الفترة القادمة والاستعداد للمرحلة القادمة بين انتقالات يناير وضم عدد من اللاعبين. وبدأت المسألة خلال الفترة الحالية بإذن الله يكون في استعداد للمرحلة القادمة سواء في المشوار المحلي أو حتى المشوار الإفريقي. طبعا فريق النادي الأهلي منذ لحظات أنهى التدريب الرئيسي والأساسي، وأعلن الكابتن محمد يوسف قائمة المباراة التي ستخوض مباراة الجونة غدا. هذه المباراة الهامة جدا بالنسبة لفريق النادي الأهلي. تفاصيل التدريب والقائمة التي أعلنت منذ قليل من الكابتن محمد يوسف المدير الفني لفريق النادي الأهلي، نذهب مباشرة عبر التليفون مع زميلنا شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي. مساء الخير يا شريف. نور زميلي محمد، تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اهلا بك يا شريف. اولا طبعا يعني فريق النادي الاهلي بيستعد لهذه المباراه الهامه جدا، وتضيق ما بين المباريات، لكن خلاص الجهاز الفني بيتعامل حسب متطلبات هذه المرحله في مباريات الدوري العام. لكن التدريب والجاهزيه الفنيه وما رايته في ملعب التتش بالجزيره والقائمه التي اعلنها الكابتن محمد يوسف منذ قليل لخوض هذه المباراه الهامه غدا باذن الله. خليني اقول لك التمرين كان في الرابعه عصرا، يمكن كان في اجتماع في الملعب حوالي 5 دقائق مدته، كان بقياده طبعا كابتن محمد يوسف والكابتن سيد عبد الحفيظ وباقي الجهاز. تكلم فيه الكابتن محمد يوسف عن مباراه الغد، لابد من طبعا بمشيئه الله الفوز والاداء الجيد، ما حدش يفكر في الكلام اللي بيتكتب عن رحيل لاعب او استخدام لاعب، التركيز فقط في مباراه الغد، تحقيق نتيجة إيجابية وهي 3 نقاط، الأداء ثم الأداء ثم الأداء، ده اللي طلبه الكابتن محمد يوسف والكابتن سيد عبد الحفيظ النهاردة من اللاعبين. يمكن النهاردة التدريب كان خفيف نوعا ما طبعا تحت قيادة حسين عبد الدايم، كان تدريبات بدنية خفيفة علشان خاطر الجهاد، ودي التراي ماتش، ويمكن كان في تدريبات كورة برضو بسيطة جدا كلها دواير يعني خمسات وفي لقت في النص عشان التسلم والاستلام. والمفرح ان اجاييه بيشارك في جميع هذه التدريبات، كان اجاييه بيشارك بصفه يعتبر يعني خلاص اعلن، بدا يعلن جاهزيته، واحده واحده هيبدا يخش تدريبات الكره الرئيسيه، انت محتاج 2 أو 3 ويخش في تدريبات الكره الرئيسيه. اجاييه النهارده بيشارك مع اللاعبين بصفه منتظمه. خليني اقول لك ان الحاله الجاهزيه النهارده لكل اللاعبين كانت باينه على الوجوه، التركيز الشديد، الاصرار، التحدي، العزيمه، علشان باذن الله بكره يكون في تحقيق نتيجه ايجابيه. الكل شارك في التمرين، مؤمن، وليد، ميدو، محارب، الكل شارك. كابتن طارق سليمان على الجانب الاخر، الثلاث حراس شريف اكرامي، علي لطفي، مصطفى شوبير. يمكن شريف اكرامي بالامس كان فيه اصابه في اصبع رياض، النهارده بيعلن جاهزيته وبيطمن كل جماهير النادي الاهلي، النهارده بيقدم تمرين على اعلى مستوى. كان في جلسه بين شريف وبين الكابتن طارق يمكن حوالي 5 دقائق كده على انفراد بعد انتهاء التمرين، بيحس شريف على التركيز في مباراه الامس، على مباراه سوري غدا، بيحس شريف ان يتكلم مع اللعيبه الفتره اللي جايه، بيتكلم مع اللعيبه من اول النهارده، يتكلم يحاول هو طبعا كابتن الفريق يتكلم مع اللعيبه على اكثر يعني يعقد مع اللاعبين اكثر من كذا جلسه. التاهيل مستمر على الجانب الاخر، معلول، شناوي، احمد فتحي، صالح جمعه، الكل يعني شغال، الكل كل واحد شغال فيه، حتى يمكن دول بيجهزوا، صالح جمعه بيجهز، كله شغال. يمكن خليني اقول لك كمان ان للاسف اخر التمرين كان في اصابه بسيطه جدا في اصبع اليد لرامي ربيع، ولكن باذن الله خير. خليني اقول لك بقى ان الجهاز الفني اعلن 20 لاعب لمباراه الغد، شريف اكرامي في حراسه المرمى، وعلي لطفي، وليد سليمان، ايمن اشرف، هشام محمد، مروان محسن، السوليه، مؤمن زكريا، احمد الشيخ، سعد سمير، اسلام محارب، نيلو جابر، محمد هاني، احمد علاء، كوليبالي، ازارو، كريم نيدفيد، ناصر ماهر، احمد حمدي. باذن الله يكون بكره التوفيق حليف هؤلاء اللاعبين، باذن الله يكون الفوز والانتصار من حليف النادي الاهلي وتحقيق نتيجه ايجابيه والمحافظه على الانتصارات في الفتره الاخيره والمحافظه على لقب الدوري المحبب لجماهير النادي الاهلي. لك كلمه استاذ محمد، اتفضل. طيب شريف، واضح من القائمه ان في يعني فرصه لعوده لاعبين زي كوليبالي بيعود بعد غياب عن المباراه الماضيه، ايضا مؤمن زكريا تواجد خلاص في القائمه، تواجد بقى لاحمد الشيخ بشكل مستمر، عوده احمد حمودي للقائمه واحتماليه تواجده في مباراه الغد، لكن احمد فتحي مش موجود في القائمه، يعني احتماليه عوده احمد فتحي هل في ميعاد محدد من الجهاز الطبي ان يقدر يشارك في المباريات الرسميه؟ وبكلمك برضو على استعاده كوليبالي للقائمه وتواجد مؤمن زكريا، الجهاز الفني يعني من تصريحاتهم او من خلال رؤيتك للملعب
اصبحوا جاهزين. مؤمن زكريا من خلال تواجده كمان في مباريات الشباب الفتره الاخيره مواليد 97، يعني من خلال رؤيتك يا شريف في التدريبات كلهم الحمد لله جاهزين بعد فتره غياب سواء لبعض اللاعبين مباراه او للاخر عدد من المباريات المتتاليه؟ بص زميلي محمد، يمكن مؤمن حاله خاصه نوعا ما. مؤمن كان الفتره الماضيه ما بيظهرش بالمستوى اللي يليق باسم مؤمن، باسم النادي الاهلي. مؤمن كان الكابتن محمد يوسف عامل له برنامج تاهيلي فقط لا غير لوحده، قال له اما تجهز تبدا تخش احس اللي عندك الرغبه اللي انت تقدم وتظهر بالشكل اللي يناسب اسمك هلاعبك على طول. مؤمن وقع بالامس. مؤمن اصبح الان جاهز 100% لاظهار كل قدراته، لرجوع اسم مؤمن على الساحه القرويه مره اخرى من جديد. مؤمن مركز، مؤمن مصمم بكره يعمل حاجه والجماهير هتشوف اللي انا بقول عليه. انا متابع في التمرين بقالي كام يوم، مؤمن عاوز يرجع نفسه. مؤمن باذن الله بكره هيكون الظهور بعد تجديده، وهيكون خلاص بقى استعاد تركيزه بالكامل، وهيبدا باذن الله يشارك بكره. متوقع له بكره تالق كبير. بالنسبه لكوليبالي، كابتن محمد يوسف كان كوليبالي الفتره الاخيره كان ضغط المباريات متتالي، ففضل راحه كوليبالي لان ما كانش في راحه خالص الفتره الاخيره، ففضل راحته مباراه بتروجيت وبدا يرجع تاني في الصوره. والنهارده بيشارك في المران وبالامس بيشارك بكل قوه، وكوليبالي لعيب دولي ولعيب معروف. بالنسبه لاحمد فتحي، انا جمعني جلسه مع الدكتور خالد محمود بالامس، يمكن سالته على حاله المصابين، والراجل يمكن اتكلم معايا وقال لي حاله المصابين. يمكن سالته على احمد فتحي بالتحديد، قال لي احمد فتحي محتاج 10 ايام. الكلام ده كان امبارح، يعني بيتكلم في 9 ايام او 8 ايام، يعني على كلام الدكتور احمد فتحي بيشارح مباراه الغد وبيشارح مباراه المقبله كمان. ممكن بعد كده ربنا يكرم ويفكر في مباراه بعد المباراه الافريقيه امام بطل اثيوبيا، ممكن باذن الله يكون جاهز مباراة الافريقيه. ولكن مباراه الغد ومباراه طلائع الجيش فتحي مش هيقدر يلحقهم. الشناوي سالته قال لي اسبوعين، صلاح محسن قال لي 4 اسابيع، معلول قال لي هينزل على 15 12، وطبعا حسام عاشور قدامه لسه حوالي 14 يوم او 13 يوم عشان ينزل الملعب مره اخرى. دي حاله المصابين في النادي الاهلي. تمام. شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي من ملعب التتش بالجزيرة، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الأخبار والمعلومات، سواء فيما يتعلق بالقائمة التي أعلنها الكابتن محمد يوسف أو فيما يتعلق بموعد عودة المصابين والغيابات خلال الفترة القادمة، لأن الخبر الأبرز دلوقتي في